ها كيفاش جا سلو؟ درتو في الطبق وزينتو باللوز إفيلي والورد واللوز العادي وشوية الشوكولا. أتمنى يعجبكم وتجربوه، وما تبخلوش عليا باللايك وبالابوني، وكنشكر الناس اللي تدعموني وكيكتبوا لي التعاليق زوينين من جميع الدول الأوروبية والأمريكية والشرقية، ونبقاو مع الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة جديدة أو فيديو جديد غنشارك معكم. سلو بلا سكر بلا زبدة بلا زيت، بمناسبة شهر رمضان العظيم. الله يدخلو علينا وعليكم بالصحة والعافية. بالنسبة للمقادير، عندي كيلو ديال الجنجلان غسلته ونقيته وحمرته، عندي هنا كيلو ديال دقيق القمح مغربل حتى هو حمرته وغربلته، هنا كيلو ديال الشعير حمرته مزيان وغربلته، عندي نص كيلو ديال الإيلان حمرته وغربلته، عندي جوج المعالق ديال النافع وحبة حلاوة حمرتهم وغربلتهم بالغربة الرقيق، عندي جوج معالق ديال القرفة، قرفة بلدية، عندي شوية الملحة، شوية ديال المسكة الحرة، شوية المسكة الحرة الزهر، عندي هنايا زلافة ديال الجنجلان للتزيين، وعندي هنايا اللوز محمر وطحنته في الهاشواغ، وعندي هنايا كيلو ديال اللوز، اللوز بقشوره حمرته. هاد المقادير كلها ما غاش نطحنها هنا، غنطحنها خارج البيت. خديت واحد القصريه كبيره ندير فيها الدقيق ديال الشعير، غندير فيها الجنجلان، ندير فيها دقيق القمح، انا عمل فيها إيلان، ندير فيها اللوز قبيسة الملحة أي شوية، مسكة الحرة مغربلة، جوج معالق القرفة بلدية، نافع الجنجلان النافع وحبة حلاوة، قطيرة الزهر، بالنسبة للعسل غندي معايا حتى نشوف هذاك السيد اللي غيطحن ليا، وغنخلط الكل، نخلط هادشي كلشي وغنديرو في هاد السطل. حمرت هاد السطل ودابا غادي نديه خارج البيت عند العطارة اللي متخصصين في طحن سلو، وغندي معايا العسل باش يزيد لي واحد جوج معلقات. ولا انا جيت هنا لشارع الخليل باش نطحن سلو دي. انا جبت سلو ديالي هنايا باش يتطحن. هاد التقيوسات سلو ماشي تقيوس ديال عين الشوق. ما تبانش لا هاك. بعد ما طحنت سلو انا غنزيد عليه اللوز مهرمش مقلي ومهرمش، غنزيد عليه زلافه ديال الجنجلان محمره
وغنخلط الكل. غنزيد عليه واحد شويه ديال زيت الزيتون، ها كيفاش جا سلو درتو في الطبق. نتمنى يعجبكم وتجربوه. زينتو باللوز إيفيلي بالورد والشوكولا، نتمنى يعجبكم وتجربوه. جا لذيذ. سلو صحي، ما فيه لا زيت لا زبدة ولا سكر. أتمنى يعجبكم وتجربوه، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.